في جبل صبر سيطرت المقاومة على عدد من المناطق بعد معركة أوقعت قتلى في صفوف الميليشيا، فيما تم القبض على 37 حوثيا وتدمير عدد من الأطقم والمدرعات العسكرية. هذا وتمكنت المقاومة من السيطرة على منتزهي زائد ومناطق عدة في محيطه. يأتي هذا بعد 5 أشهر من اقتحام ميليشيا الحوثي للمحافظة، وها هي اليوم تبهج بانتصارها على الميليشيا كل اليمنيين. لم تعد حالمة، بل أنجزت تعز نصرها ووعدها، ورأى اليمن ذلك رأي العين. 5 أشهر منذ مارس الماضي، بين خروج شبابها وانتفاضتهم بوجه الحرب، وبين انتصارها العصامي اليوم. كانوا يومها عزلا تداعوا لوأد دعوة الجنون والغطرسة الحوثية لحرب الجنوب اليمني، فقتل منهم العشرات. أمعنوا في ممانعتهم بالسلم والمدنية أسابيع، فأمعنت الميليشيا في استهتارها واستكبارها، ولا يستفز تعز شيء كالاستكبار والاستعلاء. من يسعى ليوفر غطاء وحماية تحت عنوان مناطقي أو عنوان سياسي فلن نبالي به أبدا. قتلوا الشباب حرمالي. خرج حليف الميليشيا وصانعها المخلوع صالح ليغازل تعز علانية، وفي قلبه جمرة وجع متقد الحقد من خيمة كانت الأولى فيها، مشعلة ثورة فبراير 2011 التي اقتلعت. وعرف اليمنيون جيدا معنى ذلك المديح، فاتضح الأمر وتوافد الغزاة من جعبة الحاوي ودميته الميليشياوية. تحولت المدينة الضاجة بالحياة إلى أزقة أشباح، وظن حلف المخلوع والميليشيا أنهم أطفأوا عيون الحالمة أخيرا على ظلام قبحهم، وأكملوا مسيرة خرابهم صوب عدن. فكان لتعز رأي آخر رفعت بعده الأقلام، وجفت الصحف وامتشكت البنادق. بسم الله الله أكبر. هي تعز إذن، وبإمكانها أن تذل أيضا. يعني آن الأوان وحان الوقت لاجتثاث المتمردين عن الشرعية، وهم سهل. ترك الطالب والمدرس، وكلهم طالب للعزة أو أستاذ للحرية، تركوا الكتب وانطلقوا لينسجوا للصمود أسطورة جديدة. أما الطالب الجامعي كعرفات دماج فقد فتح جبهة تشق ظلام الضباب، فتح الدرب واسعا ورواه بدمه للسائرين. وأما المدرس كنبيل الأديمي فقد ألقى درس النصر من الأزقة إلى القصر، ولا يزال. أفرزت تعز الصمود والكفاح قادتها الذين لا يتوارى منهم أحد، ولا يسبقهم إلى صبح الخلاص القريب أحد. تعز أيقونة الروح اليمانية، حلمة بالسلم، حاسمة في الحرب، حاملة هم الوطن، كل الوطن.